سند ay ka soo wareegtay kadib markii gaari walxaq ah laga soo buuxiyay ku qirxay iskooska 14 Oktoobar ee kasoo baxay magaalada Muqdisho kaasoo saabay dhimashada in ka badan 600 oo qof halkay ku dhaawacantay intaas in ka badan baroodiiq lagu xusanayay dadkii halkaas ku dhintay ayaa maanta waxaa loo qabtay iskooska soo baxay magaalada Muqdisho kaasoo laga dhisay taalo loogu magac daray iskooska 14 Oktoobar ee kasoo baxay magaalada Muqdisho baroodiiqda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya culimoodiin shacab fara badan kuwaas oo kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Xeerre oo goobta hadalka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inay ka xun yihiin in shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyay waxaana u baaqay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya inay waxbarasho lacag la siiso carruurtii ay ka tageen dad ay ku dhintay qaraxdii ka dhacay iskooska soo bee magaalada Muqdisho dadka arruurta ka dhimatay ama dadkani kaclayadi laga laayo inay shuhaday yihiin hadday carruur yihiin waa carruurtii malay ku soo dhawayhaas hadday shuhaday yihiin oo bakaangaalo yihiinna qofoon oo shahiida oo laga gartaran yahay ee dilmi lagu dilo talawaatan qofeeleeda kiisaha u shafeeca al aqyaamo maxay noqonayaan waxay noqonayaan musiibo magaca ka baxaya intaas waa musiibo musiibo marka hayaraato habadnaato dhexdhexaad ha noqoto waxay leedahay istirfaac in ilaahay loo noqdo oo maxay ahay la yidhaahdo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun in la yidhaahdo ilaah baan u shuqlaanay ilaah baana u noqonaynaa in la yidhaahdo weeye wuxuu yuusufa calayhi salaatu wasalaam maa min musiibin مصيبة ومصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا آثره الله وأخلص الله ما هو خير منه هدوه لها الروح إنا لله وإنا إليه راجعون إله هو مصيبة لغم عمل وحس خير بلن موجودة هدوه لها الروح مسلمك إله هو أجد وكثير الله وحس خير بلن وهو يفتل على واسية الدين كإسلام غالي قبطة مرحا وحانو مرينا يا كلمة داس عربتو عربتين إن يوم يكون مغلقتين مرحا مغلق انتو إيا مرحا مغلق مغلق باتيو إيا مرحا يقرأت شفت ماذا حتى قوح بضغطة ها هاتو استفاع بالله بحي إلا الله مقشة الله بحي وحاسو ورحاسوستان ضرب يفوق رب حصوصته وشرعه وليد عينا دفع قراتنا ايجارتي وليد عينا وفقير باسرة الدعاء باهنين وحي الفقير هاي او يريرا هاي شفاعة ليلة والكوبة وقو شفاعة على قيامها بدك وليلة وحال وبد عينا ان بد الكيب يا خيف الى هي عرصية محايا لمرنا عليه الصلاة والسلام معها محوها معها محوها خلط دينك اللي قلعه إنا نحصوص أنا بكيني وأنا حصوص أنا محايا لمرنا حبيع القبوره اللي أنا قامه كيفية 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 أكسين كيفية ولا عبوه رسك أي كرتو عكسين كيفية مركة وهو الوصوفة عليه الصلاة والسلام وحالي من عربي مورئي يكر مغلي انا بغمورها سيارتان هسيها الفهم بان تبا نجين عمري وحي ابن حصوصنا يا آخرة ابن حصوصنا يا وحالا وحي آخرة ابن حصوصنا يا او بمشهد ابن حصوصنا يا وقامنا انا انا جانا مانتا وحانا سهولي مني عجتان يا عجتان معها وابنتي لقد انتهي انا مدامه بدا الكيب او خلبه حتى يمال تهنا اياهيه خصيه اجي الكيب مع الله خصيه وحكاب حي او بدي الدريقة بدك انتنا اين مدامه كل شفاع لهاي لو شفاع لهاي او قيامة بدك او شفاع لهاي الله يحبه انا جانا بدك بدك اجيلي ايه بلدي السبيلي ايه بدك اجيلي وحي آيات القرآن كأي كلمان في آيات ما تخش علينا بحيث آيات القرآن آيات القرآن في حيلها لحل وما قتل مؤمنا متعددا فالدفاع جهنم خالدا
فيها وغلب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. روح مسلمة بلا كيف يلو دولها كدلو ظلم وأود له إلهي وأعرونا يا ما لو نكلنا يا عذاب ضربه وكلنا يا وانا وعنبي من لو بضعنك المرحة إلى الله روح بد ظلم كدلي بالمي بد قلي بد غرحي وعليها كدكت إلى الله دينك وين وقفها إلهي يا بار عملي أنا جنا وكل عملي إنها ما يعني نفسي إلهي محايا إليك بد كفابي إلى الدنبيان السيكتان ويكاعة مفهن وين أجلسين إلى الدنبيان كالين وين أجلسين مركة وحان اسقرص عنا او رسكتر كان بينا او رسكتر ويلينا علماء ربا بيسا او هذا رسكتر سريسا دين كإسلامك إلى الحصوص على كرته إلى اللوب عوية على كرته محوة هاي دعانك وقدم بينا يسابرك الدمو مركة هذا لا أعطى عن جوابان أن بكوصة صلاة جزء نغلس عيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل بغلاء وغدر لعن الله من دبر هذه الفعل القبيحة ومن ادعاها ومن نفذها. نسأل الله عز وجل أن يعاقبه بأيدينا. إخوة الفرعون بعضنا ما تعانوك أظن أعرف في فمه إلا حسسنا إلى القرآن كيف كريمك أولي الله. وقال موسى ولقد بعثنا موسى بآياتنا وأن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. نسيت كيف حوايا وذكرهم بأيام الله. إلهي نبي الله موسى وحوليه درت كاب مردي يكبه إلى نور كوسار على ربي لي دبك حصوص مالمها إلهي مالمها حصوص على غوكرة مالمها خير كبلن يكوى سبت له مالمه فرعون عروت جوجور أو جور عالي وليس اللين عالي وشاك بال الليل هاي هي المعلمة جوسة عن بدة يكبر بال الليل فرعون هكو على دي الليل واسم مركة إلا خصوصة لما لما المعلمة جوسة هي المعلمة جوسة رملة وإلا خصوصة سيدة سيدة ردد ما أنت رحا ودي هاي بينا وابا ما أنت إلا متاقنا هاي شهداء إني هكا أكو جوري وتلغو لأن مركة هو رئيسة شهادة دول على كاغبرو كوى بنتي على هم حريصو كوى داو عولي على بكسيو كوى انت دولة بدا خير على سيو كوى اسمو درن تر خير على سيو وحانك رأيما هذي علينا هنا مرنا كوروانيا كمبها مرنا قدي قلت اغنى دولة الصومالية وهو الرؤيو باركو كيو موغن من هوين عبدالله محمد فراجة فرقية رئيس وزاريسة لبوليسة وزيرها وهذا هي مغبان كانت كجيستين دلالك ومساقين هل كان يضامنك رغوك بنادر وهذا كده مغانا المغانا التابي لما انت وضح الله نهي وحنا لا ثلاثة ميسان وانا كنا سنتين تاريخ لما لا إله رأي عبد ولي بحال رأيه وناس سنبعي مجيس يالو سيا عانو عانو العينين كل سعي سعي سنبعي كل مدينة قمالي كل سعتين قوانا قمالي كل جبهين الله وعلونا علينا وحنو أمانينا كوانسا قلنا لي أمنا حوالينا عليها وزنزاروه عيوه الرئيان يبدوني قبل كده نادر إحنا جوهي إنتا كبعلي شعبك الصومالي ودناكم وحن جرانسينا إنا جمال السبيات سلدتي إيقوه إيقونا كسابي تبسوك كأنا سابيتي فيه أوانتي كمدى اللي قد وضيه إيقود يا رسوباتي وحسوس على الإله الكريم وخصوصا على الإله الكريم وحال خصوصا على الإله قرمتك عن سهدين تلهيني قرمتك عن هل تلهيني قرمتك من يوم مدى الصومالي ويد على الوال دولة دي كفايدة ستلعوم العنينينا وحال كران أنا كتيري قدومي وكما كبرات دير هدى جوة ومركز وزيرك ورفاتينك إلا بعد صحافة دا وعند أول ما لدي تابنايين وحضبتك حقيقة دعنا بينه وحنا إلا بينين عاد بان فيان العاصمات كأوسم الطالب والريان وشغل عنص بالغتين وحنا مركلا أدق من هذا علينا إلى نحجوبة إلى نحجوبة فأيجي وزارة أو سنة من أحتاج ماي ما أنت أفضت على سنة وتكون هاي ساخنين فأيجي وزارة بجوة كوبا أنت بادلي أنت أكيد
waxaan rabaa inaan sheego laba gobolo kaliya kuwa ficilkaan geystay waa ahlu naar ma maqlaysii kuwa ficilkaan geystay waa ahlu naar ewaalaya waa ahlu naar maanta waxay noogi intay ka dhinteen kuwiidii samaato ku jiraan wayna kusii qarxayaan kuwii soo maamulay kuwii soo dabiray haddii ilaahay nabigeena wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam hadday dadkana maantood low anna ahla samaawaati wa ahla lardi samada inta ku sugan iyo arada inta ku sugan iftarakuu calaa damigii muslimin ay isku kaashadaan hal qof dhiigiisa daadintiisa laa kadahmu llahu jamiica calaa naari walaa maali dhammaantoo naaro gelinaya maxaadu malaynaysii kun qofood in ka badan mid daqiiqa dadkii naga laayay oo muslim oo ahlu tawxiida lacana allaahu calayhim wabcadahum llahu caramati waadqalahum llahu annaara waxaa in kugu baaqaa qodobka kale dhammaantii umigooda dalka xoreyntiisa iyo cadowka qabashadiisa iyo la dagaalanka shabaab iyo dulintiisa waa diin laa walaal madaxdiina dadkeer qaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waa maalin duco oo aan u jeedno sanad kadib inaan xasuusanno dadkii naga geeriyooday, dadkii ma laga xasuuqay. Waxay ahayd maalin masiibo qaran. Mudanhareed wasaare, adiga madaxweynaha waxaad nagu mahadcelinaynaa door hogaamineed ee aad ka qaadateen sidii burbadkaas qaran loo fidin lahaa, sidii ummadda loo gargaari lahaa, iyo sidii bulshadeenta soomaaliyeed ay isugu tashan lahayd. Intaas ka sokow, masiibada qaran maxaan ka barannay, maxayse naga dhaxashay? Maanta oan u joogno xusuus qaran, waxaan rabaa shacabka weynaha soomaaliyeed meel walba joogtaan inaad idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah oo aad u soo horteen oo aad u taagan tihiin qoraxda, ujeedaduna tahay inaad u duceysaan walaalihiin shacabweynihii soomaaliyeed ee halkan lagu xasuuqay. Taasna mid la iloobi karo ma aha. Shacabka soomaaliyeed oo halkan isugu yimid oo meelo fog ka kala yimid si ay walaalahood u xasuustaan uguna duceeyaan, waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. Waa mahadsantihiin, markaas dhegaysanna aada umahadsantihiin. Waa idinkaga mahad celinayaa niyad wanaagga iyo qalbi samaanta. Marka ugu horeysa waxaan halkan tacsiya uga diraynaa dhammaan eheladii dadkooda ay ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxaanlaawayaashii diinlaawayaasha ahaa. Waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo. Waxaa sidoo kale aan u duceynaynaa dadkii ku dhaawacmay, aan leenahay idinkana ilaahay caafimaad degdeg aha idin siiyo, waana idin garab taagannahay. Waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo u soo gurmaday dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas, laga bilaabo gabdhihii iyo wiilashii yaryaraa ee soo dhiibay lacagta yar iyo buskudka, iyo kuwii soo dhiibay boqolaalka kun oo doolar, iyo kuwii dhiiggooda bixiyey, kuwii xooggooda bixiyey, kuwii waqtigooda bixiyey, oo isugu jira dhallinyaro, culumo, dowlad, guddi, cid walba, qof walba oo soomaaliyeed oo gacan ka geysatay, qof walba soomaaliyeed oo u soo duceysay. Waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaya dhammaan magaca dowladda oo madaxweynaha anigu aan ugu horeyno, waxaan leeyahay waa martintiin, ilaahay ha idin barakeeyo. Intaas ka sokow, sida culummadu ay noo sheegeen, kuwii diinlaawayaasha ahaa ee qaraxan geystay iyagu isma qarxiyaan oo waxay soo diraan caruur masaakiimiina, caruurtooda ma qarxiyaan oo caruurtooda waxay u dirsadaan iskuullo. Waxay qarxiyaan caruur islaameed oo ay dhaleen shacab soomaaliyeed, iyagoo ah dad ku shaqaysanaya inay ummad soomaaliyeed u baabi'iyaan shaqay u soo dhiibteen kuwa ajnabi ah. Marka diinkama shaqeeyaano waxay ka shaqeeyaan dulinimo, dulinimadaasna shacabka soomaaliyeed way fahmeen, meel baana looga soo wada jeestay.
waxaas markii ay joogteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna, waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos dhigi karaan, waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan, waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay, waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan soomaaliya waa meel aan nabad ahayn, waxay aaminsanaayeen dadka soomaaliyeed in niyaddooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan. Waxaa ilaahay noogu bedelay midnimo, waxaa ilaahay noogu bedelay horumar, waxaa ilaahay noogu bedelay deeqsinimo, waxaa ilaahay noogu bedelay gacan furnaan, waxaa ilaahay noogu bedelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaanno, waxaa ilaahay noogu bedelay in dadka soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. Horumarkii noo bilowday sanadkii lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo, haddii aan ku soconno sida aan u socono hadda, in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horreeya dowladda Afrika mid ka mid a. Ugu dambayntii waxaan leeyahay, dhammaan carruurtii waalidiintood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii iyad ahayd, waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in carruurtaas lagala shaqeeyo, in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin carruurta kale. Waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyay gurmadka, dhallinyaradii nagala shaqaysay gurmadka, wasaaradihii ka shaqeeyay gurmadka, inay soo gudbiyaan carruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda, si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag la'aana. dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan isugu timidna, waxaan leeyahay dalkani waa dalkiinni, idinka ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed, u istaaga inaad difaacdiin dalkiinna, u istaaga dhisidda qarannimada, u istaaga sidaa ku soo celin lahaydeen sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Halkani waa iskooska soobe ee magaalada Muqdisho. Haatanse waxaa loo bixiyey 4 Oktoobar waxaa laga tagay taallo, taasoo lagu xawsanayo qaraxii ka dhacay halkani 2011 sanadkii tagay. Hadda sanad ayaa kasoo wareegay. Waxaa maanta dalkani lagu qabtay baroodiiq, taasoo lagu xusayo sanadkii kasoo wareegay markii xasuuq loo geystay shacab soomaaliyeed, kuwaasoo ku sugnaa iskoolka soobe. Shacab iyo madax soomaaliyeed ayaa halkani ku duceystay. Haatan waxaa banaanbaxaya shacab kala duwan. Cali Axmed Xasan, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.